أهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على أرض مصر. وعلى أرض مصر مشروع من المشاريع العملاقة الزراعية، وهو مشروع الدلتا الجديدة. وزي ما دايما المصريين بيقولوا، من لا يملك قوته لا يملك قراره. والمصريين دايما عندهم امتلاك لقرارهم، علشان كده لابد من اننا فعلا يحصل فيه توسع في الرقعة الزراعية. ملف الزراعة من اهم الملفات ومن اولويات بتوليها الدولة من مجهودات، علشان نقدر بالفعل ان احنا نصل الى الامن الغذائي. النهاردة بيسعدنا يكون في ضيافتنا وحديث حول الدلتا الجديدة معانا ومع حضراتكم الاستاذ الدكتور عبد الله درويش، الباحث في العلوم الزراعيه كليه الزراعه جامعه كفر الشيخ. مرحب بحضرتك واهلا بيك معانا. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. حضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين بخير يا رب دايما ان شاء الله. خلينا نتكلم عن هذا المشروع على طول، يعني قبل ما نتكلم بشكل عام عن الزراعه في مصر. مشروع الدلتا الجديد من اهم المشروعات اللي فعلا الدوله قايمه بمجهود كبير فيها، فخلينا نتكلم عنها في الاول. تمام حضرتك، في البدايه طبعا في تحديات كتيره جدا بتواجه القطاع الزراعي، فبدات الحكومه النهارده تتجه للتوسع في الاراضي الصحراويه، وبدا النهارده في مشروع الدلتا الجديده، وده مشروع من المشاريع العملاقه جدا اللي هو بيمثل حوالي من 2.2 مليون فدان. النهارده بدا المشروع انه يحس طبعا على نبدا يسد طبعا احتياجات السوق والتصدير كمان. النهارده بدا يكون مشروع متكامل، نقدر النهارده ان احنا نشغل شباب الخريجين. طبعا في ظل الزياده السكانيه النهارده والتحديات اللي موجوده دي، فلازم الدوله تبدا تهتم بالتوسع الافقي والتوسع الراسي بحيث ان احنا في المجال الزراعي، بحيث ان احنا نعمل عمليه اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه الهامه. فبدأت الدولة تتجه إلى عدة مشاريع، منها مشروع الدلتا الجديدة اللي حضرتك بتتكلم عنه. موقعه بقى ومساحته والزراعة اللي هتتم فيها تكون إيه؟ تمام. المشروع حضرتك زي ما قلنا حضرتك مساحته 2.2 مليون فدان. مشروع الدلتا الجديدة النهاردة بينقسم إلى مشروعين، اللي هو مشروع الريف المصري 1.5 مليون فدان، ومشروع عندنا النهاردة مشروع مستقبل مصر اللي بيكون مكانه من محور رود الفرج طريق الضبعة. وبيتقسم المشروع الثاني اللي هو مشروع تعمير الساحل الشمالي الغربي اللي هو طريق الحمام والعلمين. وده هيتم زراعة الأماكن دي، هي أي أرض صالحة للزراعة؟ طبعا يا فندم، هي النهاردة بدأ الدولة النهاردة بدأت تتجه للزراعة فيه بشكل كبير جدا، وزي ما حضرتك بتقول إن هو بيزرع كل المحاصيل النهاردة، بل إن هو على مراحل كبيرة جدا. بدأ النهاردة نبدأ نزرع في المحاصيل، طبعا محاصيل الحقل زي محاصيل القمح، محاصيل الذرة الشامية طبعا عشان برضو ان احنا نغطي الاحتياج الاعلاف. بدأ يكون في مشاريع، مشروع طبعا زي مشروع 100,000 صوبة زراعية طبعا، وانتاج الصوبة الزراعية انتاج كافي وانتاج وفي، لو جينا نشوف الصوبة الواحدة تنتج قد فدان واكتر، اللي هي مساحتها طبعا مساحتها بتكون صغيرة. عندنا النهاردة المشروع ده يا فندم بدأ يكون فيه تكنيك عالي جدا، بدأ يعتمد الري بتاعه بيكون بيعتمد على المياه الجوفية. في ظل النهاردة ما احنا لازم ان احنا نكون عندنا، نبدأ ننتج محاصيل زراعية بتتحمل الجفاف وبتتحمل الملوحة، نبدأ ننتج محاصيل زراعية في هذا المشروع ذات انتاجية عالية، نبدأ ننتج محاصيل زراعية طبعا تقدر ان هي تغطي السوق المحلي، ونقدر ان احنا ننافس كمان ذات جودة عالية تنافس في السوق الخارجي. تمام. فبدأ النهاردة المشروع حضرتك، النهاردة يعتمد على نهر صناعي، وده إيجار التنفيذ فيه فعلا هيبقى يعني أول نهر صناعي موجود النهاردة، هيبدأ ياخد المياه اللي هي مياه الصرف، يبدأ عملية التحلية عن طريق 4 محطات أولانيين، وبعد كده كمان 4، يعني 8 محطات رفع، وبعد كده يمشي في أنابيب داخل الصحراء كلها بحيث أن يغطي الساحل الشمالي كله. تمام. ونبدأ نستفيد بمية الصرف، بدل ما بتنزل عندنا في البحر المتوسط نبدأ نستغلها وندخلها في المشروع. عندنا برضو حضرتك النهاردة عمل محطة تحلية على أحدث طراز وأحدث تكنولوجيا. طبعا المشروع بسم الله ما شاء الله مشروع جميل جدا، في النهاردة بدأ يعتمد على المياه الجوفية، وعملنا محطة تحلية برضو على أعلى طراز أنها تبدأ تجيب مياه من البحر المتوسط، المياه المالحة، نبدأ أن احنا نعمل عملية معالجة وعملية تحلية ونبدأ ندخلها في الزراعي. وإحنا اعتمدنا على 3 مصادر من مصادر الزراعة. طيب المشروع مياه. يمكن مشروع تنموي متكامل، فاتكلمنا ازاي؟ تمام. المشروع حضرتك النهارده احنا بدانا نتجه فيه للزراعه، وثانيا بدا يتجه فيه للتصنيع، بدا ان احنا نجيب عمليه جذب للمواطن من الدلتا القديمه نبدا نجيبه للدلتا الجديده. المشروع معمول النهارده بجانب الطرق والاماكن ان هي تقرب وتكون سهله
للوافدين او الزراع ان هو يبداوا يستثمروا او المستثمرين يبداوا يستثمروا في هذا المكان. بدا يكون في اماكن صناعيه جديده ان احنا نبدا النهارده نعمل محطات تعليب ومحطات تغليف ومحطات تعبئه وتصدير كمان. في طبعا ولو اتجهنا للمجال التصنيع النهارده هيبدا يحصل عندنا طفره كبيره جدا ان احنا ناخد المنتج الزراعي ده بدل مثلا ممكن ان انا عشان اوديه مكان ممكن يهدر مني كميات، فانا بالتالي لما اصنعه واشوف احتياج السوق الخارجي واعمل عمليه تصدير من المكان ده بالتالي هيكون في زياده في الدخل القومي وزياده في العمله الصعبه وبالتالي يرفع معانا الاقتصاد بتاع الدوله. وده بالفعل حصل ان مع الفدادين اللي هيتم زراعتها ان في مصانع بيتم انشائها. ايوه موجود يا فندم في مصانع وموجود كمان اسكان للناس دي، ما انا عشان خاطر اجيب افراد زراعيين او اجيب مستثمرين او لازم ان انا عندي عامل زراعي. أيوة العامل الزراعي لازم يشتغل، يبقى انا لازم النهارده اكون موفر له سكن، اماكن ان هو برضه اماكن برضه ان هو يبدا يعني عنده خدمات، عنده نادي، عنده فنبدا ان احنا بنعمل مدن في نفس المكان كده بحيث ان احنا نوفر له كل المستلزمات بتاعته ان هو يستقر في المكان ويعمل عمليه تنميه وتعمير للصحراء، وفي نفس الوقت اجيب الشباب الخريجين اللي خريجين كليات الزراعه والمعاهد الفنيه وكده ابدا استفاد منهم وبخبراتهم طبعا اللي موجوده بحيث ان احنا نعمل عمليه تطوير مستمر في المجال الزراعي، لان احنا لازم نطور من نفسنا لان طبعا السوق الخارجي والدول الخارجيه احنا النهارده في ازمه اقتصاد عالمي. مظبوط. فلازم ان احنا نبدا نهتم النهارده واحنا ملاحظين كمان في السوق ان في زياده في الاسعار. فلازم ان احنا ننتج من الاراضي دي بحيث ان احنا نبدا نغطي السوق ويعمل عمليه الا في الاسعار ان شاء الله. ازاي بقى ده هيحصل؟ يعني ازاي الاكتفاء الذاتي اللي ممكن هنعمله من خلال الزراعه اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن يبقى متوازي معاها انخفاض في الاسعار؟ تمام حضرتك النهارده ما احنا عندنا النهارده مثلا لو هنتكلم في المجال الزراعي، المجال الزراعي مجال واسع جدا. عندنا المجال الزراعي النهارده هو مثلا اللي هو مستلزمات البيت اللي موجوده مثلا النهارده انا عندي رز، عندي سكر، عندي دقيق، عندي اسماك، عندي لحوم، عندي كل ده مجال زراعي. يعني مجال الزراعي مثلا مجال الاسماك، انتاج حيواني، انتاج الدجاني، المحاصيل الحقليه، محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهه، محاصيل الزينه مش هنقول مثلا تمام كده. فده كل ده مستلزمات بالظبط ده امن غذائي، ده امن قومي، كل ده امن قومي. يبقى انا النهارده كون ان انا ابدا ازرع كميات ذره هبدا اوفر كميات الذره النهارده اللي بتدخل في تصنيع العلاقه. يعني عليقه النهارده عشان ابدا اغذي الاسماك بيحتاج عليها 25 ل 30% بروتين. أيوة. من وطافي مرات، فالنهارده لازم انتج المصادر العلف ده وعباره عن ايه؟ عباره عن ذره، عباره عن كون، عباره عن صويا، عباره عن رده، عباره عن كل الحاجات دي بتدخل في تصنيع العلف. نفس الحكايه في انا بدات بقى اعمل عندي في المشروع ده الزراعه دي. ايوه بدا ان احنا نزرع عشان احنا كان عندنا ازمه في الاعلاف عشان كده على اسعار الدواجن بالظبط كده احنا لما نزرعهم الحمد لله ده يقل. بدا ان احنا نزرع فعلا مرحله اولى ودلوقتي ما شاء الله الانتاج كويس السنه اللي فاتت برضو. وبدا ان احنا كمان نزرع فيه محصول القمح طبعا لان محصول القمح المحصول الاستراتيجيه الهامه جدا طبعا. تمام حضرتك ازاي؟ وهيبدا يبان كمان السنه دي اكتر. يعني السنه دي احنا بدا توسع في مساحه الرقعه الزراعيه في مشروع القمح. احنا بعد ما كنا ب 3 ل 4% من انتاج 3 ل 4% كان انتاج بالمحلي، النهارده وصلنا ل 6%. ما شاء الله يعني طفره كبيره جدا. جميل، هتوقف عند النقطه دي ناخد تقرير ونرجع نكمل. نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا التقرير ونرجع نكمل معاكم على ارض مصر. من القرارات الاستراتيجيه المهمه التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زيادة الرقعة الزراعية، وكما سمعنا وشاهدنا مؤخرا في تشكا والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وإقامة النهر الصناعي الكبير الممتد لمستقبل مصر في الصحراء الغربية وللدلتا الجديدة التي تمتد إلى غرب الحمام في غرب مطروح، لزيادة الرقعة الزراعية 3.5 مليون فدان، ومنها طبعا ما تم في سينا مؤخرا من أيضا زيادة الرقعة الزراعية. كل هذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري من الحاصلات الاستراتيجية أو المحاصيل الاستراتيجية المختلفة. عودة مع حضراتكم مشاهدينا مرة تانية ولازلنا معكم وملف الزراعة. يمكن حضرتك توقفنا عند محاصيل القمح، وزي ما احنا عارفين ان ده موسم توريد القمح في الفترة اللي احنا فيها دي، فحضرتك الرسالة اللي توجهها للمزارعين ايه؟ تمام
حضرتك مشروع القمح طبعا ومن المشاريع العملاقه طبعا اللي الدوله اهتمت بيها في الفتره الاخيره هو مشروع الصوامع، وبدا ان احنا النهارده طبعا عملنا توسع في انتاج الصوامع بشكل كبير جدا في ظل طبعا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدا يهتم بملف الصوامع ده، ودي طبعا من اهم المشاريع اللي موجوده طبعا اللي الدوله بدا من المبادرات الرئيس اهتم بيها. طبعا النهارده بدانا ان احنا عندنا ساعات تخزينيه تاسع لكل الانتاج المحلي وزياده كمان. تمام. النهارده في داخل الصوامع طبعا الصوامع المعدنيه دي مهيكله او مجهزه على احدث تكنيك واحدث تجهيزه. طبعا النهارده فيه النهارده منظومه كامله بتتابع المخزون من بدايه استلامه، من اول ما نستلمه من المزارع او الفلاح نبدا نهتم بيه ونخزنه في الصوامع دي، نبدا نهتم بدرجات الحراره بتاعته، معاملات التبخير بتاعته بتكون بشكل ممتاز جدا، نبدا نحافظ عليه على مدار الموسم كله، بخلاف الاول كان بيبدا الاستلام في الشوان، والشوان ترابيه ومعرضه للعصافير، معرضه للامطار، معرضه للفيران والقوارض والحشرات وحاجات كتيره جدا. لو النهارده بدانا ان احنا نحتفظ بيها بشكل جميل جدا، نقدر نحافظ على المخزون لحين تسليمه للمطحن النهائي حتى يوصل ايه لرغيف الخبز المدعم لايه المستهلك في النهايه. طبعا احنا في بدايه دلوقتي خلاص بدا موسم القمح، خلاص النهارده بدا يكون وصل لطور النضج التام، بدا فطبعا هيبدا نستلم ان شاء الله باذن الله من بعد العيد مباشره ان شاء الله باذن الله من المزارعين محصول القمح، فنبدا نحس المزارع ان ده امانه طبعا، انت لازم تورد لنا محصول القمح للدوله طبعا، بحيث ان احنا كده كده بنوفره طبعا للمستهلك، وكده كده هيرجع لك رغيف خبز تاني هيكون ليه عائد عليك. تمام. والدوله النهارده بدات النهارده ترفع في سعر القمح، وصلت لسعر مجزي وسعر مرضي للفلاح ان شاء الله باذن الله. وطبعا في الاستلام ده بيكون في لجنه مشكله من مديريه التموين، من الهيئه العامه لسلامه الغذاء، من مديريه الزراعه، من جمعيه الابانه، من الجهه المسوقه. بنبدا نستلم في الصوامع او الهناجر او البناكر او الشون في مختلف الجمهوريه في اكتر من مكان، بدل ان احنا نعمل اماكن قريبه من كل فلاح من ارضه، بحيث ان احنا ما نعملش عيب عليه او مشكله عليه، لان انت عارف حضرتك ان موسم القمح ده بيكون موسم قصير. تمام. فبالتالي وكله بينتج في وقت واحد، فبالتالي بيكون في تكدسات على التوريد. احنا بدأ النهارده الدوله بدات النهارده تعمل اكتر من مكان. الدكتور علي مصالح وزير التموين، سياده اللواء شريف باسيل رئيس الشركه القابضه للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي، وجهات كتيره جدا بدات تعمل اكتر من مكان على مستوى الجمهوريه، بحيث ان يكون سهل جدا على المزارع ان هو يبدا يورد المحصول بتاعه ويسترد مستحقاته خلال 48 ساعه عن طريق شيك يصرفه من اي اقرب بنك ليه. يعني النهارده بدا في تسهيلات الدوله النهارده بدات تسهل على المزارع حاجات كتيره جدا. فاحنا خلال برنامج حضرتك النهارده برنامج على ارض مصر بنناشد كل مزارعين مصر ان شاء الله باذن الله على اتم الدوله على اتم الاستعداد انها تستلم منك المحصول بتاعك، وانت كمان لازم تساند الدوله وتبدا تدي كل المحصول للدوله ان شاء الله باذن الله، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله نعمل اكتفاء ذاتي من المحصول القمح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لو ده حصل احنا نقدر نقول بنسبه كام في الميه مش هنحتاج استيراد؟ ان شاء الله باذن الله هي الدوله في خطه استراتيجيه موضوعه ان احنا ان شاء الله يعني ايه ان احنا نوصل للاكتفاء الذاتي من محصول القمح. ده هي ريت ان شاء الله يا رب ان شاء الله يبقى المزارعين فعلا يبقى ايدهم بايدينا كمصريين، ان في الاول وفي الاخر في النهايه دي بلدنا كلنا. اكيد يعني دي بلدنا. وطبعا سيدنا يوسف نفسه كان على محصول القمح ده يا جماعه. فاذا النهارده من عهد سيدنا يوسف ان هو لازم كلنا نتكاتف ونكون ايدينا في ايدين بعض ان احنا نقدر نوصل ببلدنا مصر ان شاء الله باذن الله دايما للاكتفاء الذاتي باذن الله من محصول يا رب ان شاء الله. طيب انا هرجع تاني لمشروع الدلتا، وان هو مش بس مشروع زراعي لكن ايضا بيساهم ايضا في الثروه الحيوانيه وايضا الداجنه، فحضرتك كلمنا برضو ايه الدور اللي بيقوم بيه. تمام. بدا يكون في مزارع انتاج دواجن بحيث ان احنا نقدر نغطي السوق المحلي طبعا، لان طبعا إن لما نيجي نقول مصادر البروتين طبعا يا اما لحوم ماشيه يا اما دواجن يا اما اسماك. فهنا النهارده برضو في مشاريع كتيره جدا الرئيس افتتحها، برضو المشاريع الاستزراع السمكي منها كتيره جدا. فهنا بدا ان نهتم بالعجول التسمين، وبدا يهتم بمشروع الدواجن، ودي ان شاء الله باذن الله عشان ان يكون في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يكون العائد يكون على ارض الواقع ان شاء الله، يكون ملموس لدى المستهلك باذن الله. طيب مشروع الدلتا الجديده مش مجرد هو المشروع الوحيد اللي موجود على ارض مصر. تمام. لكن في مشروعات ثانيه زي مشروع توشكا ومشروعات اخرى. تمام. في مشروعات ثانيه زي مشروع توشكا الخير طبعا. ده مشروع برضو حوالي من 1.1 مليون فدان، وده بدا يهتموا فيه طبعا بزراعه النخيل وبزراعه محاصيل كتيره جدا برضو اغلبيته محصول القمح. والسنه اللي فاتت يعني كانت القوات المسلحه انتجت كميات قمح بكميات كبيره جدا جدا في هذا المشروع، وان شاء الله باذن الله يعني في توسع مستمر ان شاء الله.
برضو في برضو بينتج اصناف من الذره كتيره جدا، في برضو موالح، والنخل بالذات فيه اهتمام كبير جدا عنده، يعني البرحي والجندول واصناف كتيره من اصناف البلح، وطبعا ودي من المشاريع المربحه جدا لان اسعارها غاليه جدا وتبقى جاهزه ان احنا نصدرها للسوق الخارجي. في عندنا حضرتك طبعا تعمير شمال ووسط سيناء، وهو يقرب من 450 ل 500 الف فدان برضه، ودي طبعا من المشاريع الجيده جدا. طبعا لما نيجي نشوف، طبعا عملنا النهارده في الرئيس برضه عمل لنا محطه، اكبر محطه تحليه يمكن على مستوى الشرق الاوسط كله، مش عايز اقول على مستوى العالم كله، محطه بحر البقر، بدا ان احنا ناخد ميه من نهايه كمين حدوث بحر حدوث كده في اخلاطه، بدا ان هو ينزله في ترعه السلام، وعبر صحاره من تحت قناه السويس بدا تطلع في ترعه السلام وترعه الشيخ جابر الصباح. بدات محطه التحليه ان احنا نستفاد من ميه بحر البقر، ونستفاد من مياه الصرف الزراعي، ومن مياه المخلفات دي كلها اللي كانت بتبدا تروح ما بنستفادش منها نهائي. لا ده احنا عملنا الدوله عملت محطات تحليه كويسه، وبدا ان احنا نعمر حوالي من 500 الف فدان في سيناء، وطبعا سيناء ارض الفيروز ارض جميله جدا. في عندنا برضو عملنا مشروع، برضو الدوله عملت مشروع زي مشروع الفيروز، برضو مشروع الاستزراع السمكي. في عندنا مشروع بركه غليون برضو للاستزراع السمكي موجوده في محافظه كفر الشيخ، ودي طبعا مشروع شرق التفريعه برضو للاستزراع السمكي، ودي مشاريع من المشاريع العملاقه جدا، جميل ومشاريع جدا. كتيره جدا جدا الدوله برضو بتهتم بيها في الفتره الاخيره. طيب ايه اللي احنا بنتميز بيه للتصدير بقى؟ احنا محتاجين لعمله صعبه دلوقتي في تمام. ظل كل هذه المشروعات اللي احنا نقدر ان احنا بالفعل ان احنا نساهم فيه في التصدير. حضرتك النهارده بدانا نصدر من الموالح، وبدانا بنحتل درجه كبيره جدا جدا بين الدول كلها. صدر البرتقال طبعا بكميات كبيره، نصدر اليوسفي باشكاله المختلفه، نصدر البطيخ، بنصدر الكنتالوب والاناناس، بنصدر الفلفل، بنصدر الفراوله، حاجات كتيره جدا بدات النهارده نسا كامله للسوق الخارجي. بنشوف متطلبات السوق الخارجي، لان طبعا السوق الخارجي النهارده سوق تنافسي، جميع دول العالم بيبدا ينافس في كل حاجه. فالنهارده بدانا نزرع، والعنب كمان عندنا بنصدر عنب بشكل كويس جدا. بدأنا ان احنا ندرس دراسه كامله، يعني النهارده احنا بدأنا غزينا سوق اليابان. سوق اليابان ده اللي ما كانش فيه اي صله بينا وبينه، لا ده النهارده بدأ النهارده ان احنا نغزو سوق اليابان، وده بحد ذاته انجاز كبير جدا جدا جدا. اكيد. هستأذن نطلع لتقرير تاني، نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا التقرير، ونرجع نكمل معاكم على ارض مصر. تحقيق الاكتفاء الذاتي طبعا دي سياسه بتنتجها الدوله من فتره كبيره، وطبعا حضرتك شفنا الأزمة العالمية اللي تسببت في معاناة عديد من دول العالم في نقص في السلع والمواد الغذائية، ومنها دول كبيرة جدا. يعني مصر طبعا الحمد لله وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حريصة جدا ان احنا يكون عندنا الاكتفاء الذاتي، وبدأنا طبعا نتوسع في توجيهات الرئيس للتوسع في المساحات، منها عندنا توشكا والغرب المنيا والدلتا الجديدة. دولتنا النهاردة مع زيادة النمو السكاني ومع الكلام ده، إذن أولوية أولى على رأسه، واعتقد ان الدوله المصريه منتبهه لده. النهارده الاراضي الجديده اللي احنا بنشوفها في العوينات وفي الفرافره وفي توشكا وفي سيناء وفي وحتى في زراعات الحبوب على الامطار في مطروح، كلها بتركز على الحبوب. ليه؟ لان النهارده لم يعد الاكتفاء الذاتي من الحبوب طرفا بالتاء، يعني لم يعد شيء كده، يعني لا، ده اصبح النهارده ضروره حتميه، لانه مع الزياده السكانيه المصريه المتواليه والمستمره، فان انت لا تزال في حاجه الى مزيد ومزيد ومزيد من الحبوب، لان رغيف العيش عندنا في مصر ده اهم شيء عند الاسره المصريه، انت محتاج تدعم هذا الامر وتستمر فيه. دور البحث العلمي في مجال الزراعه دور كبير جدا ومهم جدا في المرحله القادمه. حضرتك كباحث في العلوم الزراعيه، ايه الدور اللي منوط بيه يعني البحث العلمي في هذا المجال؟ بدانا ان احنا ننتج النهارده طبعا محاصيل ذات جوده عاليه جدا، مصالح هجينيه انتاجها عالي جدا. بدا ان انا انتج الرز مثلا، بعد ما في رز ابيض، في رز البلاك رايس، الرز الاسود، بدانا ننتجه النهارده في المراكز البحثيه. في حاجات كتيره جدا جدا بتقوم بيها الابحاث العلميه موجوده وفي تطور دائم ومستمر دائم. بس هي الناس برضو عايزه تسال، المواطن بقى العادي اللي مش بيفهم قوي في القصص دي، هل نفس المنتج اللي بيطلع ده منتج جيد، منتج ممتاز، يعني فعلا دي حقيقه؟ طبعا. ايوه طبعا طبعا. النهارده ما هو انا لازم ان انا النهارده انتج منتج النهارده يبدا يكون في السوق الخارجي يقدر ينافس. تمام. انت متخيله حضرتك ازاي؟ فده يعني لازم المنتج
ما شاء الله هو لازم يكون جودته عالية. طيب رسالة أخيرة في نص دقيقة بعد إذن حضرتك للمزارع اللي هو البطل الرئيسي في كل ما يتعلق بالرقعة الزراعية المصرية. أنا بحيي كل فلاحين مصر، بحيي كل المزارعين، بقول لهم كل سنة وطيبين ورمضان كريم. وفعلا يعني أنا بتمنى إن يعني الدولة تهتم بيكم، وإحنا عارفين إن أنتم بتتعبوا جدا، وفعلا يعني من خلال صوتكم أنا كراجل مزارع وكراجل فلاح بجد بجد بقول ان الفلاح والصياد هم الدور الاساسي للتنميه، لان هم دايما بيقفوا مع الدوله في الازمات، وانتوا بجد بجد عليكم عامل كبير، فلازم نتحد ايدينا بايدين بعض ان شاء الله باذن الله ونوصل ببر الامان باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا، نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه، وكل الساده المشاهدين بخير. توجه بالشكر مشاهدينا استاذ الدكتور عبد الله درويش الباحث في العلوم الزراعيه كليه زراعه جامعه كفر الشيخ. شكرا لحضرتك مره ثانيه. بشكر حضراتكم، ولقائنا بكره ان شاء الله مع حلقه جديده على ارض مصر.